وتحديد الأنماط التربوية المنتظر اعتمادها، وأشار إلى أنها أعدت 3 أنماط دراسية الموسم المقبل، إما حضورية وعن بعد أو المزج بينهما، موضحا أن القرار ليس محسوما اليوم، فعيد الأضحى والعطلة الصيفية أمامنا، ونشتغل بتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية، بعدها سنقيم الوضعية الوبائية لنتخذ القرار قبل أسبوعين من انطلاق الدراسة.